يعطيكم العافية روح، كيف الحال بالهمة؟ إن شاء الله الأمور تمام. معكم زميلتكم راما من سنة خامسة، إن شاء الله رح أكون معكم بشرح مادة الميكروبيولوجي. هلأ بداية رح تلاحظوا إن هي تعتبر من أمتع المواد لهذا الفصل وأسهلهم، يمكن الصعوبة شوي بأسماء بعض المايكرو أورجانيزم، لكن إذا درسناها كويس وأول بأول إن شاء الله رح تجيبوا أعلى العلامات، فلازم نبلش بداية جديدة وهمة عالية لهذا الفصل. هلا المادة ان جنرال هي 22 محاضرة، عادة 11 مد و11 فايلا، موزعين على عدة مواضيع: بكتيريا، فيروسات، فطريات، وديدان. بسم الله، خلينا نبلش شرح بالمحاضرة. هلا اول اشي بدنا نحكيه، طيب احنا ليش بندرس علم الميكروبيولوجي؟ ليش بندرس احنا علم الكائنات الحية الدقيقة؟ بكل بساطة بندرسه لانه هاي الكائنات موجودة في كل مكان، موجودة حوالينا وموجودة في أجسامنا وبتأثر على حياتنا بشكل كبير جدا. هلأ أقرب مثال على ذلك الكورونا اللي صارت من كم من سنة وشفنا كيف غيرت العالم كله. هلأ صحيح في جزء منها ضار، ولكن جزء كبير منها مفيد، ومن غيره إحنا ما بنستطيع نعيش. إن شاء الله بنهاية هاي المحاضرة رح نكون حكيين عن some history of microbiology. رح نحكي إيش يعني microbes، كيف ممكن نقسم هاي الميكروبس، the structure and the physiology of these microbes. هلأ هاي موضوع رح نحكي عنها رفلي، بالمحاضرات القادمة إن شاء الله رح نحكي عنها بالتفصيل. طيب إيش يعني microbiology؟ microbiology is the study of microorganisms which are of microscopic dimensions. إحنا بندرس كائنات حية دقيقة لها خصائص بتخليني أستطيع أشوفها بمجاهر خاصة، بميكروسكوبات خاصة لا يمكن أن ترى بالعين المجردة. فالمايكرو أورجانيزم هي هاي الليفينج أورجانيزمز، هاي الكائنات الحية اللي هي too small، صغيرة جدا، to be seen clearly with the naked eye، صغيرة جدا ولا يمكن بعضها وعدد كبير جدا منها لا يمكن أن يرى بالعين المجردة. هلأ رح تلاحظوا بالمحاضرة إني أعدت ترتيب بعض السلايدات، أضفت معلومات شوي زيادة بس لحتى نسهل دراسة المحاضرة إن شاء الله. هلأ الـ branches of microbiology، علم الميكروبيولوجي بيتضمن عدة أشياء، منها البكتيريولوجي. البكتيريولوجي هو study of bacteria. الميكولوجي، ميكولوجي هو علم الفطريات، ف study of fungi. البروتوزولوجي، بروتوزولوجي هي الأوليات، هي study of protozoans، study of protozoans. الفيرولوجي، study of viruses. الألغولوجي or phycology، study of algae. algology or phycology هي علم الطحالب. الباراسايتولوجي، الباراسايتولوجي هي study of parasitism and parasites، هي علم الطفيليات. هلا خلينا هون نعمل ريكاب سريع لحتى بس نقارن بين البروكاريوت اند الايوكاريوت. طبعا احنا بنعرف انه البروكاريوت اللي هي احنا بنحكي عنها بدائيه النواه، والايوكاريوت حقيقيه النواه. نقارن بيناتهم من حيث النيوكليوس. بالبروكاريوت النيوكليوس it is an absent، الايوكاريوت موجود في عنا ايش النيوكليوس. بالنسبه للممبرين باوند اورجانيزم organelles هو بتكون absent بالبروكاريوت and present in the eukaryotic cell. كcell structure البروكاريوتيك دائما unicellular، الايوكاريوتيك unicellular and multicellular، لكن mostly هي بتكون multicellular. بالنسبة للcell size هلا طبعا اكيد الارقام هون مش مطلوبة للحفظ، بس انه احنا بدنا نحط ببالنا انه البروكاريوتيك هي بتكون smaller than eukaryotic cell. من حيث الكومبلكسيتي البروكاريوتيك سمبلر ذان الايوكاريوتيك سيل. هلا الدي ان اي الموجود بالبروكاريوتيك هو سيركيولر، بالايوكاريوتيك لينير. اهم الامثله على البروكاريوتيك البكتيريا والاركيا، هلا رح نحكي عنهم لقدام. الايوكاريوتيك الانيمالز، البلانتس، الفنجاي اند البروتيستس. اما بالنسبه للسيل وول كومبوننت، البروكاريوتيك موستلي بيكون عباره السيل وول فياتها ببتيدوغلايكان، اما الايوكاريوتيك ممكن يكون من السيلولوز او الكايتين او البكتين. لكن بغض النظر سواء كانت عندي انا الخليه بروكاريوتيك او ايوكاريوتيك، كليتهم بيشتركوا انه بوجود هاي الاورجانيلز فياتهم، كليتهم فياتهم جينيتك ماتيريال دي ان اي او ار ان اي، كليتهم فيهم بلازما ممبرين، كلهم فيهم سيتوبلازم اند رايبوزوم. خلينا بالاول نبلش ونحكي عن البكتيريا. اهم الامبورتنت كاركترستكس اوف بكتيريا، حكينا هلا انه البكتيريا هي تعتبر ان از اكزامبل اوف بروكاريوتيك سيل. برو
يعني before كاريون نيوكليوس حكينا هي بدائية النواة، حكينا بروكاريوتيك سيل هي دائما يوني سيلولر، السيل وول تبعها حكينا هي عبارة عن ببتيدوغليكان. وبنضلنا متذكرين السيل وول اوف بكتيريا، لأنه السيل وول اوف بكتيريا is very 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 important. ومن خلال السيل وول اوف بكتيريا تستخدمه for energy، use organic chemicals in organic chemicals or photosynthesis. هلا احنا بنعرف الايوكاريوتيك او اجسامنا كيف احنا بنصنع الاي تي بي، من خلال وجود الميتوكوندريا، ولكن البكتيريا ما فيها ميتوكوندريا، تستخدم السيل وول ببتيدوغليكان فور انرجي. هلا البرودكشن اوف بكتيريا ممكن هو دائما اسيكشوال من خلال الشيء بنسميها اللي هو البينري فيجن. السايز تاعها بيتراوح من 200 نانومتر للسمولست بكتيريا. هلا كمان بدنا نعرف شغله، انه واحده من اهم الكلاسيفيكيشن اوف بكتيريا بتعتمد على الشيب اوف بكتيريا، فممكن تكون البكتيريا كوكساي وممكن تكون باسيلاي. هلا الحجم الكوكساي والباسيلاي مختلف، الكوكساي بتكون عاده من 0.5 to 2.5 مايكرومتر in diameter، اما الباسيلاي بتكون 0.3 ممكن توصل ل 15 مايكرومتر في الطول، ومن 0.2 ل 2 مايكرو in diameter. هلا احنا كيف ممكن نقسم هاي البكتيريا؟ حكينا في عنا طرق مختلفة نستخدمها لتقسيم البكتيريا. واحدة من هاي الطرق هي عبارة عن الهيريكال كلاسيفيكيشن. الهيريكال كلاسيفيكيشن هو تقسيم هرمي، يعني بشبه نحكي تقريبا زي شجرة العلم. التقسيم الثاني هو shapes and forms of bacteria which is very 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 important. التقسيم الثالث ممكن من خلال الفسيولوجي اوف بكتيريا، والتقسيم الرابع من خلال الجينيتيك او الموليكولار تكنيكس لإلها. هلا نحكي عن الهيريكال كلاسيفيكيشن. الهيريكال كلاسيفيكيشن بحكي لي اول شيء بدنا نعرف ايش يعني التوكسونومي اللي هو علم السموم. هو defined as the science of classification of organism، من خلاله احنا بنقسم الاورجانيزم. هلا طبعا بنلاحظ انه عندنا حسب الموجود عندنا في السلم هاد، بنبلش اول شيء بالدومين الكينغدم، then بيجي عندي الفايلم، then class، then order، then family، then genus and species. لكن احنا فعليا وبالواقع وبالحياة العملية وكمان هلا لتدرسوا لقدام بالمحاضرات الجاي رح تلاحظوا انه احنا بس بنستخدم اخر تنين اللي هم الجينس اند سبيشيز. هلا بالنسبة للدومين بس بدي احكي لكم عنهم معلومة هيك بسيطة، انه الدومين هو عندي انا 3 دومينز، ممكن تكون ايوكاريا، ممكن تكون ايوبكتيريا، وممكن تكون الاركي. هلا بالنسبة للايوبكتيريا اللي هي احنا بنحكي عنها البكتيريا اللي احنا بنعرفها، يعني البكتيريا الحقيقية. الاركيا اللي هي بنحكي زي ما نحكي اشباه بكتيريا زي اللي موجودة عندنا في البحر الميت. والايوكاريا اللي هي ما يتبقى من المايكرو اورجانيزم as fungi, parasites and so on. اما بالنسبة للكينجدوم، هلا قديما كان في عندي انا 5 كينجدوم بنقسمها انتو مونيرا. مونيرا كان يندرج تحتيها اللي هي البكتيريا، والبروتست اللي هي كان يندرج تحتيها الباراسايت، وكان عندي كمان الكينجدوم الثالث اللي هي البلانتس، الكينجدوم الرابع الانيمالز، اند الكينجدوم الخامس كان عندي انا الفنجاي. طيب هلا عشان بس نسهل يعني انه كيف نحفظهم بالترتيب، حاط لنا الدكتور هاي الجمله بحكي لي كينج فيليب كيم اوفر فور جود سباجيتي. كينج فيليب كيم اوفر فور جود سباجيتي. بناخذ اول حرف من كلهم لحتى ناخذ الترتيب: دومين، كينجدوم، فايلم، كلاس، اوردر، فاميلي، جينس اند سبيشيز. وحكينا اللي احنا بهمنا ورح نستخدمهم دائما اللي هم الجينس اند سبيشيز. هلا هون حكي لي الدكتور انه السبيشيز يندرج تحتها ايش؟ سترينز. يعني السبيشيز هي جروب اوف سترينز. الجينس هي جروب اوف ايش؟ سبيشيز. الفاميلي هي كوليكشن اوف الفاميلي هي كونكشن اوف جينس اند سو اون. هلا ناخذ هون مثال على البكتيريا اللي اسمها الاشريشيا كولاي. هاي الاشريشيا كولاي بحكي لي عنا لو بدنا نيجي احنا حسب الهيريكال كلاسيفيكيشن، الكينجدوم تبع الاشريشيا كولاي هي عباره اول شيء عن بروكاريوتيك سيل. الديفيجن تاعها هو عباره عن جراسيليتس. الكلاس تاعها بنسميها سكوتوبكتيريا. الاوردر ايوبكتيرياليس. الفاميلي انتيريو بكتيرياكيا. والجينس اللي هي الاشليشيا اند السبيشيز كولاي. واحنا اصلا حكينا يعني
هذا هيك بس يعني للمعرفة. إحنا اللي بهمنا إيش؟ بهمنا اللي هو الجينس and species. هلأ إحنا كيف بنسمي عادة؟ بنسمي عادة بناخد أول حرف من الجينس بنكتبه كابيتال، والأول حرف من السبيشيز ونكتب الكلمة كاملة تعيد السبيشيز. إذا أول حرف من الجينس بنكتبه كابيتال، بعديها بنحط نقطة، وبعديها بنكمل السبيشيز كاملة، بس أهم إشي إنها تكون سمول. هلأ هذا الإشي بنسميها الاسم العلمي، يعني هو هذا الاسم اللي إحنا بنعتمده. زي ما حكينا البيونوميال أو الساينتفك نيوميكليتشر بحكي لي إنه كل مايكروبس بنعطيه تو نيمز اعتماداً على إيش؟ اعتماداً على الجينس تاعه والسبيشيز. الجينس دائماً حكينا دائماً كابيتالايزد، بتكون كابيتال لتر، أما السبيشيز بتكون عبارة عن سمول لتر. هون معطينا الدكتور أمثلة، عند الستافيلوكوكس أوريوس كيف ممكن أنا أكتبها ساينتفك نيم لإلها؟ بنحط S اللي هو عندي أنا الجينس بتكون كابيتال، بعديها نقطة، وبعديها بكمل عندي أنا السبيشيز بتكون عبارة عن سمول كابيتال. هلأ بالنسبة للباسيلس سبتيلس، الباسيلس سبتيلس بنحط P دوت سبتيلس، الإشليشيا كولاي E دوت كولاي. هلا نكمل، هدول حكينا عنهم الثري دومينز، حكينا ممكن يكون عندي انا ايوباكتيريا، الاركيا اند الايوكاريا. بالنسبه لليوباكتيريا هي الترو بكتيريا اللي بتكون حكينا السيل وول تاعها عباره عن بيبتيدوغلايكان، اللي هي حكينا ما ننسى هاي المعلومه بتستخدمه فور انرجي. بالنسبه للاركيا هي عباره عن الاود بكتيريا اللي بتعيش في ظروف قاهره، بتعيش في ملوحه عاليه، في درجات حراره عاليه، وحكينا مثال عليها اللي هي البكتيريا الموجوده في البحر الميت. بالنسبه للايوكاريا اللي هو ما تبقى من الاورجانيلز من الاورجانيزم لايك هيومنز الانيمالز اند بلانتس. هلا هون بس بدنا نحكي هيك سريعا، خلصنا عن البكتيريا، بدنا نحكي سريعا عن الفانجاي. هلا الفانجاي او الفطريات حكينا اصلا هي عباره عن ايوكاريوتيك سيل. الايوكاريوتيك سيل حكينا انها ممكن تكون عباره عن يونيسيلولر او مالتي سيلولر. هلا اليونيسيلولر من الفانجاي بنسميها ييست، بنسميها خمائر، والمالتي سيلولر من الفانجاي بنسميها مودز اللي هي العفن. بس بدي تعرفوني هذول المعلومتين المهمات، وطبعا كونها هي عبارة عن ايوكاريوتيك سيل البرودكشن تاعها بتكون سيكتوال اور اي سيكتوال. هلا بالنسبة للالجي، الالجي سايز تاعها بيكون من 3 الى 4 مليمتر، وفيزبل بتكون باي نيكد اي، ممكن انا اشوفها بالعين المجردة. حكينا الالجي هي اصلا من الامثلة على الايوكاريوتيك سيل، ما دامها ايوكاريوتيك سيل اذ كان بي يونيسيلولر اور مالتي سيلولر، فوتوسينثيتيك تنتج الطاقة إلها من خلال الفوتوسينثيسيس، والموست أوكير إن إكواتيك إنفايرومنتس، يعني إحنا بنعرف الفطريات عادة بتكون موجودة في المي في البحار، والريبدكشن تاعها كونها إيوكاريوتيك سيل ممكن يكون سيكتوال أو إيسيكتوال. بالنسبة للفيروس، هلا بنلاحظوا إحنا لما حكينا قسمنا إن بتوين البروكاريوتيك والإيوكاريوتيك ما جبنا سيرة الفيروسز. ليه؟ لأنه إحنا الفيروسز لحالها بحد ذاتها وهي هيك موجودة لحالها ما فيها خصائص السيلولر ستراكتشر، ما بستطيع احكي انه هاي الفيروسات بتقدر تعيش لحالها، فهي بتحتاج لهوست سيل حتى تستطيع انها تعيش، سواء كانت عندي جسم الانسان او سواء كانت انها ايش بتحتاج انها تعيش بداخل البكتيريا. بالرغم انه الفيروسات فيها جينيتك ماتيريال، فيها بيكون دي ان اي او ار ان اي، الا انها require the host cellular structure and enzymatic machinery to complete reproduction. السايز تاعها بيكون من 20 ل 800 نانومتر، فمنلاحظ انه عندي الفيروسات تقريبا اصغر بثلاث مرات من البكتيريا. اهم الامبورتنت كاركترستكس اللي حكينا عنها انها do not grow in artificial media but require living cells within which they reproduce. حكينا بتحتاج لكائن حي آخر لحتى إنها تعيش، وطبعاً بنحتاج الإلكترون مايكروسكوب لحتى نستطيع إنه نشوفها. هلأ هنا معطيني مثالين على بكتيريا بتسبب أو بكتيريا داخل جسم الإنسان، ومش بكتيريا عفواً، إحنا بنحكي عن فيروس، الفيروس داخل جسم الإنسان وفيروس بعيش داخل البكتيريا. هلا الفيروس ذات انفكت البكتيريال سيلز ايش بنسميه؟ بنسميها بكتيريوفيج. احنا نتذكر حكينا انه الفيروسز
حجمها تقريبا أصغر بثلاث مرات من البكتيريا، فبالتالي هذا الإشي بيسهل عليها إنها تعيش داخل البكتيريا. كمان نفس الإشي حجمها أصغر من حجم خلايا الإنسان، بالتالي هي تستطيع إنها تنفكت الهيومن سيلز. ومثال عليها عندنا مين؟ الإنفلونزا. هلأ نحكي هيك رفلي سريعا عن الستركتشر. بيكون فيها عندي بروتين كوت، بيكون في عندي أنا نيوكليك أسيد، الجينيتك ماتيريال بتكون دي ان اي اور ار ان اي. هلأ نحكي عن الباراسايت. هلأ الباراسايت هي طبعاً تعتبر إيوكاريوتيك سيل زي ما حكينا، as an example of إيوكاريوتيك سيل. والإيوكاريوتيك سيلز حكينا ممكن تكون يونيسيلولر وممكن تكون مالتيسيلولر. هلأ المثال تبع الباراسايت of يونيسيلولر إيش منسميه؟ منسميها بروتوزوا. إذن البروتوزوا it is a unicellular like animal eukaryotic organism. أمثلة على البروتوزوا أميبا، فلاجيليتس، and سيليتس. هلا يمكن تشوفوا شوي الأسماء صعبة، ولكن إن شاء الله في المحاضرات اللي رح نحكي عنها عن البروتوزوا رح نمر عليهم بالتفصيل. هلا مين المالتي سيلولر من الباراسايت؟ منسميها الهيلمنتس. إيش منسميها؟ منسميها الهيلمنتس. إذا الهيلمنتس it is a multicellular eukaryotic cell. ومن الأمثلة عليها الفلات وورمز and الراوند وورمز، زي ما حكيت لكم إن شاء الله في المحاضرات القادمة رح ندرس عنهم بالتفصيل. هلا نحكي عن اخر جزئيه في المحاضره اللي هي الهيستوري اوف مايكروبيولوجي. طبعا هذا العلم زي باقي العلوم تم اكتشافه بالصدفه ومر في عده مراحل لحد ما وصل للي احنا اللي شايفينه في ايامنا الهاي. اول مرحله او اول عصر من عصور المايكروبيولوجي اسمها ديسكفري بيريود، بعديها اجت عندي الترانزيشن بيريود، ذن الجولدن بيريود، ذن الموليكولار بيولوجي بيريود او الجينيتيك بيريود. أول شيء نحكي عن الديسكفري بيريود. الديسكفري بيريود كانت من خلال عالم اسمه أنتوني فان. هذا أنتوني فان شو قصته؟ أنتوني فان هو أصلاً كان خياط وكان بيحتاج لإشي عشان يستطيع يشوف الخيوط اللي بينسج منها الأواعي، فجمع عدة عدسات وعمل منها مايكروسكوب. هذا مايكروسكوب طبعاً أكيد كان بدائي، لكن المايكروسكوب كان ماجنيفايد الأوبجكت من 500 إلى 300 مرة. هلأ خلال هو عم بيشوف من خلال المايكروسكوب لاحظ انه في اشياء بتمشي، في كائنات معينة موجودة عنا على هاي الخيطان، اطلق عليها اسم الاني موليكيولز. اني موليكيولز، اني موليكيولز. في اذا هو في البداية ما يعني ما اطلق عليها باسمائها، بالبداية اطلق عليها اسم الاني موليكيولز. ليتر اون هو اول حدا توصل الى مفهوم البكتيريا and البروتوزوانز. Then بعديها عنا إجا عنا إيش اللي هو الترانزيشن بيريود. الترانزيشن بيريود كان إنه من خلال ضحت هاي النظرية اللي هي نظرية الspontaneous generation. هاي النظرية اللي هي تدعي إنه الخلق التلقائي للكائنات الحية بحكي لي إنه is a body of thought on the ordinary formation of living organism without descent from similar organism. يعني إنه إيش؟ إنه عادي في عنا مخلوقات ممكن تكون تنوجد بدون كائنات حية أخرى، تنوجد من اللاشيء. وطبعاً هذا الإشي تم دحضه من خلال transition period. بحكي لي إنه يعني كأمثلة على spontaneous generation، إنه حكي لي هون جيب مجموعة من الأواعي حط عليها قمح استنى عليها 21 يوم فبيطلع عنا إيش؟ مايس. وصفة تانية بحكي لي إنه جيب قطعة لحم استنى عليها عدة أيام ورح يطلع عندي فلايز. سبحان الله هيك لحالها. هاي حسب إيش؟ حسب spontaneous generation. ولكن تم ضحد هذه النظرية من خلال عالم اسمه راديز. هذا العالم إيش عمل؟ هذا العالم جاب عنا 3 جارز وحط فيهم كل جار حط فيه قطعة لحم. الجار الأول تركه مفتوح، الجار الثاني سكره، والجار الثالث عنا حط عليه زي شبكة واستنى عليهم لعدة أيام. لاحظ إنه في الجار الأول والجار الثالث ظهرت عندي ماجوتس أو اللي هي إحنا بنسميها اليرقات. الجار الثاني بالرغم إنه نفس الشيء زيهم، يعني في عندي أنا موجود قطعة لحم ولكن ما ظهر عندي أنا ماجوتس، فبالتالي إذا أكيد في عندي أنا سبب آخر خلى هاي الماجوتس تطلع. وبالتالي هيك تم الضحد اللي هي هاي النظرية. هلا البيريود اللي بعدها اللي هي اسمها الجولدن بيريود. الجولدن بيريود كانت من خلال عالمين اسمهم لويس باستور اند روبرت كوخ.
هلا نحكي رفلي عن اهم الاشياء اللي عملها لويس باستور او اللي توصل الها لويس باستور. توصل الى مفهوم الفيرمنتيشن، توصل الى مفهوم الباستورايزيشن. باستورايزيشن يعني انه انا اسخن هذا السائل بس مش لدرجة الغليان، بحيث انه يكون خلص كافي لقتل الكائنات الحية فيه او معظم الكائنات الحية فيه. كمان لويس باستور توصل الى مفهوم المطاعيم الفاكسين ديفلوبمنت اند بروبوزد ذا جيرم ثيوري اوف ديزيز. هو اثبت النظرية اللي بتوضح العلاقة بين المرض ومسببه، يعني هو حكى انه كل مرض لابد من انه يكون عندي انا مايكرو اورجانيزم مسبب له. بالاضافة لتوصل الى الايسبتيك تكنيكس، التكنيكس المختلفة اللي احنا بنستخدمها في يومنا لحد الان، سواء كان في العيادات، في المستشفيات، في اللابس بس قدامه، نستخدم إشي بنسميها الأسيبتيك تكنيكس اللي هي to control infection لحتى نمنع من انتقال العدوى والأمراض، من خلال طبعا اللي هو الهايجين وطرق تانية. هلأ بحكي لي هون كيف لويس باستور توصل إلى مفهوم المطاعيم من خلال إيش؟ جاب عندي أنا virulent pathogen اللي هو جاب عندي أنا البكتيريا اللي بتعمل عندي أنا chicken cholera. إذا جاب عندي أنا بكتيريا مسببة للchicken cholera بس عمل لها attenuating، قام بتضعيفها. إذا جاب عندي أنا البكتيريا المسببة للchicken cholera قام بتضعيفها وراح حقنها بchicken غير مصاب. يعني وجد إنه هذا الchicken ما صار فياته المرض ولكن حفز جهاز المناعة عنده، وبالتالي هيك ظهر عندي أنا الفاكسين كونسبت. هلأ نحكي عن روبرت كوخ. هلأ روبرت كوخ توصل كمان إلى اللي هو المسبب للي هو الأنثراكس أو اللي إحنا بنحكي عنها الجمرة الخبيثة، توصل إلى الأنثراكس مسبب المرض له اللي هو الباسيلس أنثراسس. باسيلس أنثراسس كمان هو طور من الطرائق تعيد البكتيريا الفيكسينج أند ستينينج، طرائق صبغ البكتيريا، طور كمان من طرائق لزراعة البكتيريا، وتوصل إلى عدة نظريات. أهم هذه النظريات، واحدة من أهم هاي النظريات، إنه تتوصل للعلاقة حكينا ما بين المرض ومسببه، ما بين المرض ومسببه، ومن خلال هاي الفرضيات توصل إلى المرض المسبب للتي بي أو التوبركلوسيس أو اللي إحنا بنحكي عنه السل، توصل إلى المايكرو أورجانيزم المسبب لهذا المرض اسمه مايكوبكتيريوم التوبركلوسيس، والمرض اللي بيعمل أو المايكرو أورجانيزم اللي بيعمل عندي الكوليرا أو البكتيريا اللي بتعمل عندي كوليرا اسمها فيبريو كوليرا، فيبريو كوليرا. طيب كيف توصل إلى هاي النظريات؟ من خلال 4 كرايتيريا. هاي الكرايتيريا كالتالي. هلا أول إشي قام فياته إنه جاب عندي فار ميت لسبب ما وأخذ منه عينة وحطها تحت المجهر وشاف certain organism. نفس هذا الأورجانيزم بالمرحلة الثانية راح عمل له culturing. بعد ما عمل له culturing في certain solid media، بعد الزراعة أخذ جزء من هذا المايكرو أورجانيزم وحقنه في نفس السبيشيز، نفس النوع من الحيوان ولكنه غير مريض. استنى عليه عدة أيام ووجد إنه هذا الحيوان إيش ماله توفى. رجع أخذ كمان عينة منه وعمل له شافه تحت الميكروسكوب وعمل له كالتشرينج وكان هو نفس المايكرو أورجانيزم يلي حقنه. وبالتالي هيك بكون توصل إلى العلاقة اللي بتثبت ما بين المرض ومسببه، وبنفس هاي الطريقة توصل إنه مسبب مرض التي بي هو المايكوبكتيريوم التوبركلوسيس ومسبب مرض الكوليرا هو الفيبريو كوليرا. في عنا عالم آخر اسمه ديمتري، هو هذا العالم اللي توصل إلى علم الفيروسات، إلى الفيرولوجي. طيب كيف؟ كان من خلال اللي هو اكتشافه للفيروس المسبب للتوباكو موزايك ديزيز. هلأ آخر إشي نحكي عن العم ألكسندر. هلأ الألكسندر طبعاً إحنا بنعرف اللي هو اللي توصل أو مكتشف البنسلين وكانت أصلاً معاه بالصدفة. هلأ كيف اللي صار؟ اللي صار عنده كالتالي. هلأ عندنا ألكسندر كان عم يدرس بكتيريا اسمها استافيلوكوكس أوريوس. هلأ هو أصلاً ليش كان بيدرسها؟ لأنه كان في الوقت ذاك في أيام الحرب العالمية الأولى عدد كبير جداً من الجنود كانوا يتوفوا وهم في أرض المعركة بسبب هاي البكتيريا، بسبب الاستافيلوكوكس أوريوس. هي لهالدرجة خطيرة؟ أي نعم، لدرجة هاي لهاي الدرجة خطيرة إذا لم يتم علاجها بالطريقة الصح. كانت تعمل عندهم skin infection وبس وكانوا يتوفوا. فهو قرر إنه يدرسها لهاي الستاف أوريوس
ومن حسن حظه انه ما كان عم بيشتغل باي سيبتيك تكنيك، يعني ما كان في عندي هايجين كفايه، وحكينا انه عشان نمنع من العدوى من الكنترول، نعمل كنترول انفكشن ونمنع من انتقال العدوى. فكان في الجو موتس اسمها نوع من انواع الفطريات اسمها بينيسيلم، اسمها بينيسيلم. هلا اثناء الكلتشر لهي الستافيلوكوكس اوريوس لمده اسبوعين الى ثلاث، لما رجع إلها لاحظ إنه هاي الستافيلوكوكس أوريوس إيش مالها توفت، وبالتالي عرف إنه في سبب خلاها إنها تموت. طبعاً أخذ جزء من هاي المادة المتحللة أو المتوفية ودرسها لحال لحد ما توصل إلى البنسلين، وعرف إنه السبب هو البنسلين. هلأ هيك بنكون خلصنا شرح المحاضرة. إذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار بتمنى تبعتولي، سواء كان يعني مادة المايكرو أو أي مادة تانية. هلأ هون أنا بآخر المحاضرة حطيت أهم أسئلة السنوات، وإذا في أي ملاحظات سواء على الشرح أو طريقة عرض المحاضرة بتمنى يعني تزودوني فيها أول بأول، ويعطيكم ألف عافية جميعاً.